بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الكرام. ربنا زدنا من التقوى وعلمنا الأدب حتى الأدب حتى ترضى عنا يا من تحب الأدب. آمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الأكبر سبحانه وتعالى. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقلنا الحمد تفسير لخصائص المتقين وعلى رأس الأنبياء عليهم السلام أجمعين. ومنشور القرآن وعاود منشور القرآن تشعيل القرآن واعتبروه لا يمل من يرجع القرآن باهتمام وبتدبر وبأداب مع الرحمن وكلام الرحمن سيلا بارول ديمين. ويش القرآن حاجة بسيطة، سيلا بارول ديمين بار اكسلنس، هي طاقة بارول ديمين موليزي سوف القرآن اللي انتكت d'après la promesse divine. Nul ne peut le laisser être, qu'il soit des djinns ou des humains ou d'autres catégories d'être dans ce monde. Notre état de dire والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هل التحكيم هنا خير؟ هنا برضه ما فماش بعض التقوى شيء، لا صح وما ذلك لابد من جزاء اوفى. والنخوة المتكبرين المتعجرفين الكذابين الافاكين والمتخطرسين وقاتل الانبياء عليهم السلام والمسيئين لرسول الاسلام عليه الصلاه والسلام، احنا لا، احنا عكس ذلك، ما عندنا حتى قسم اشتراك بيننا وبينهم. اذا نقول متمردون على الله قول مغلوب عليهم الخرافات مولانا عنا وعن المجاز وراء عند القران وعن الكتاب. نحن كبير وصوص بذكر نور بذري كنور. نسأل الله الخير كله دنيا وآخرة وفيما بينهما الحياة البرزخية. آمين يا ربنا يا رب البرية.